كيف حالكم متابعين قناة R24؟ حلقتنا اليوم، هل الشمس كوكبا أم نجما؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة. النظام الشمسي يتألف من مجموعة متنوعة من الأجسام والأجرام التي تختلف في المواقع والأحجام. تتضمن هذه الأجسام الكواكب والنجوم والمجرات. الشمس هي الجسم الأكبر والأكثر ضخامة في النظام الشمسي، لكنها ليست كوكبا بل تصنف علميا كنجم. الفرق الرئيسي بين الشمس وباقي المكونات الأخرى في النظام الشمسي هو أن الشمس تشع بالضوء والحرارة، بينما الكواكب الأخرى لا تنبعث منها ضوء خاص بها ولا تولد الطاقة مثل ما تفعل الشمس. الشمس هي جرم سماوي كبير يتكون من البلازما ويشع بالضوء والحرارة بفعل الاندماج النووي. تقع الشمس في قلب النظام الشمسي محاطة بالعديد من الكواكب بما في ذلك الأرض. يبلغ قطر الشمس حوالي 1.4 مليون كيلومتر، مما يجعلها أضخم كائن في النظام الشمسي. بالإضافة إلى ذلك، يعكس حجم الشمس الهائل قدرتها على احتواء ملايين الكواكب من حجم الأرض. الكوكب هو جسم سماوي يدور حول النجم، وقد تم تحديد مواصفاته من قبل الاتحاد الفلكي الدولي. يجب على الكوكب أن يكون كبيرا بما فيه الكفاية ليكون لديه جاذبية تجعل هذا شكل كروي، ويجب أيضا أن يكون كبيرا بما فيه الكفاية ليمنع أي جسم آخر من الدوران حول الشمس على مداره. الشمس ليست كوكبا بل هي نجم، يعتبر مركزا لنظامنا الشمسي، وحيث تدور الكواكب حولها مشعة الضوء والحرارة. النجم هو جسم فلكي كروي يتكون من البلازما ويولد الطاقة من خلال عملية الاندماج النووي التي تحدث في نواة النجم. إلى هنا انتهت الحلقة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد على قناة Art of War. انتظرونا في حلقات قادمة.